السلام عليكم ومرحبا بكم ومبارك عواشركم في لاشين ديال مامي بيبا. انا كتشوفوا هاد الفرنو، راه انا واحد المره تقطع لي الضو وما عندي لا غاز لا والو، وراه بقيت كنقلب حتى لقيتو عند كازا هوم، ودابا راه ما كنديرش لا بيبليسيتي، راه غير باش ننفعكم حتى نتوما حيت نفعني. راه ما غاليش وثمنو زوين، وراه تقدو تخرجوه معاكم برا. انا صورته لكم باش تشوفوه مزيان، رانا دابا كنطيب عليه وغندير عليه الطاجين اللي غنقدم لكم دابا. ها نتوما شوفوه شحال زوين، وراه عنده البوطه صغيوره، انا غنوريها لكم. واللي بغاتو راه كازا اوم راه في الولفه، راه ما عرفتو واش باقي عندهم ولا لا. المهم عندهم جوج ماركات، عندهم هذا وعندهم واحد اخر كيكون في الشوينطه. انا ملي مشيت نسقسي لقيت هذاك ديال الشنطه تقاده، ولكن ملي وراوني هذا بحالو بحالو، ع هذاك عنده الشنطه وهذا ما عنده لا شنطه لا والو. وراه زوين، وها نتوما شوفوا البوطه كيفاش دايره، ورانا طيبت عليه شي 3 ولا 4 د المرات، وراه باقا ما سالات، راه يمكن فيها شي 240 ولا 250 متر كوب كتهز. والثمن رخيص يعني، في المنا هذا اي واحد يقدر يشريه، ماشي غالي بزاف عاد. صافي انا بغيت نوريه لكم، ودابا راه غنطيب عليه الطاجين. ولا بلاك راه نتوما كتشوفوها في لا فيديو ديالي، لان هي اللي كانت عندي غير ديال كلشي عندي انا الكتريك. ايوا نهار اللي تقطع الضو حلت، ما لقيت اللي يعتقني لا بالما طايب ولا هادي ولا ديك. وانا نقول مع راساتي لازم نقلب. انا كنت فايته شايفاه في واحد لا فيديو عند فيتناميين، دوك الفيتناميين اللي كيكونوا في هذا. صافي قلبت عليه ولقيته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مبارك عواشركم ومرحبا بكم عند مامي بيبا. اليوم غنقدم لكم واحد الطويجين باللحم واللفت، طاجين امازيغي. انا قطعت دابا البصله هكا كي كتشوفوها، ودايره 3 د المعالق ديال زيت العود وشويه د الزعفران وشويه د الملحه. دابا على ما تقلى ليا البصله غادا نرمي اللحم. ها هو اللفت اللي غادي ندير، الابيض والصفر، هو هذا باش غنخضر. دابا البصله هي تقلات، غادي نقولوا بسم الله توكلنا على الله، وغادي نديرو اللحيمات. غنديرو اللحم وغنديرو ليقامه، وغنحاولو نشرملو داك اللحم مع البصيله ومع ليقامه اللي غنديرو. ليقامه اللي غادي ندير، غندير شويه ديال الزعفران، شويه ديال سمحوا لي شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال القزبر مدقوق، وشويه ديال البزار، وشويه ديال السكينجبير، وشويه ديال البابريكا. ها هو الخرقوم، وغنخلط كلشي داكشي. الملحه والسكين وهذا سميتو الملحه والزعفران، راه درتهم النوبه الاولى مع البصله. هذا ما كان. دابا انا غادي نقلب ونشقلب في اللحم مع البصله على ما ياخذ ديك هذا المذاق ديال الاقامه، ونغطي عليه ونخليه يطيب، حيت البصله كتطلق الماء. ملي غادي يطيب غنقلبو، الا لقيته طايب غادي نرمي الخضره. انا بغيتو يطيب في هذا، طيب الخضره واللحم في الماء ديالها.
دابا غنشوفو في الحق. بسم الله ما شاء الله. شتو كيفاش طاب البصيله؟ لقات الماء ديالها، راه هنا ما كاين لا ما لا والو. غنشوف اللحم واش طاب. باقي غنخليه مازال حتى يطيب، عاد نرمي اللفيته لان اللفت دغيا دغيا كيطيب. غنخليه مازال هاد الطاجين، راه ما غندير فيه لا ما لا والو، راه غادي يطيب اللحم مع اللفت. دابا غنخلي اللحم يطيب مزيان تنحس به ولا زبده، عاد نرمي اللفت. وكتعرفوا بلا الخضره كتطلق الماء، البصله راه طلقات الماء ديالها وانا ناقصه العافيه. غادي ملي يطيب غادي نرمي اللفيته وغنخليها طيب في الماء ديالها، باش غادي يجي معلك واقف من داك الطراز العالي. ومن بعد نوريكم اللي نبغي نرمي الخضره، غادي نوريكم. دابا غنطلعوا على اللحم واش طاب. بسم الله صافي. دابا غادي نرميو الفيته. بسم الله ها هو سقيتو، وغادي نغطيه وغادي يطيب غير في ديك الميه ديال الخضره. منين يطيب غنرمي عليه شويه ديال المعدنوس من الفوق، وغنزيد عليه شويه ديال لاصوص طوماط، شويه ماشي بزاف، ونوريه لكم. انا زدت شويه ديال المطيشه ونسيت ما شعلت الكاميرا. يلا بديت غنزيد هاد سوليس غير شويه صافي. انا راه ناقصه عليه العافيه، شتو اللفت كيفاش طلق الماء، ناقصه عليه العافيه مزيان. ها هو البنات، ها هو الطويجين طاب بالصحه والسلامه. دابا غادي ندير ليه شويه ديال المعدنوس نرمي فوق منه وصافي، وغنطفي البوطه غنمشي نجيب المعدنوس. الله يجازيكم بخير، الى ما ديروا لايك وديروا كومونتير وفضلا وليس امرا. راه بزاف الناس اللي كيتفرجوا ما كيديروا لا لايك لا والو، ما كيعاونوش هاد لاشين. عاونوها وبارطاجيوها باش تعمل فائده، وشكرا والله يكثر خيركم. صافي ها هو بالصحه والسلامه، تنطلب الله يعجبكم ومبروك عواشركم، وإلى اللقاء إن شاء الله الرحمن الرحيم.